السلام عليكم، معكم أسماء الشريف، والنهاردة هنعمل فيديو رياكشن جديد عن المطابخ التركية. كنت أنا شفت فيديو عن واحدة تركية عندها مطبخ فظيع جدا وجميل، يعني شكله حلو قوي، ومع ذلك قررت إن هي تغيره عشان خاطر مش عاجبها وشايف إن هو غير عملي بالمرة، وغيرته المطبخ تاني. فأنا كنت كتبت لكم في اليوتيوب أخد استفتاء منكم إن أنا أعمل فيديو ده ولا لأ، وكانت الأغلبية الساحقة إن أنا أعمل الفيديو ده، وان كتير مهتمين بالافكار البسيطه ديت. هو الفيديو عباره عن كذا حلقه، فالنهارده هناخد الاول الفيديو المطبخ القديم، وبعد كده لو عجبكم هنكمل ونعمل المطبخ الجديد، ولو عجبكم بعد كده نبقى نخش بقى على بقيه المطبخ والظروف والحاجات دي كلها. دي اول حاجه. تاني حاجه، الفيديوهات اللي انا بعملها دي اسمها ري اكشن، يعني ان انا بعلق على حاجه باسلوبي انا وطريقتي انا، فمش لازم ان انا اخد اذن القناه، وانا بحط طبعا الرابط بتاعها تحت صندوق الوصف، بس برضو ممكن ما احطهوش يعني قانونيا او تبع قوانين يوتيوب، انا مش من حق يعني مش شرط ان انا احطه، ولكن انا بحطه عشان لو حد حابب يتابع القناة ديت ويشوف عنها اكتر بحيث ان الفايدة تعم. وفي نفس الوقت فيديوهات الرياكشن لازم اكون انا موجودة في الشاشة، ما ينفعش ان انا احط الشاشة كلها وانا من ورا اتكلم، لان في الحاله دي يكون استغلال لفيديو الناس، انما انا بضيف له قيمه بصوتي وصورتي. والمره دي انا حابه ان انا اتكلم بصيغه الانا، يعني انا هحط نفسي مكان المراه التركيه اللي بتتكلم ديت واقعد اتكلم بصيغه الانا، انا ما كانش عاجبني كذا، انا حطيت هنا، انا شلت هنا، بحيث ان تكون اسهل في الترجمه ويوصل لكم الاحساس اكتر يعني. فهنبتدي يلا. اهلا وسهلا بكل المتابعين، اهلا بكل الناس اللي بيتابعوني وبيشوفوا مطبخي. النهاردة انا حابة ان انا اشارك معاكم المطبخ بتاعي، وانتوا طلبتوا مني كتير، والنهاردة بقى القدر ان انا اعمله. واصلا انا هعمل الموضوع ده لان بعد فترة هغير المطبخ، لان انا في حاجات مش عاجباني فيه. ففي نفس الوقت انا هوريكم المطبخ، وفي نفس الوقت اخد رأيكم، يمكن حد يقولي فكرة حلوة اقدر استغلها في المطبخ. وخصوصا ان موضوع تغيير المطبخ مش حاجه سهله خالص، فلازم ان انا اخد اراء كتيره وافكر كتير وابحث بكل حسبه قبل ما اخد القرار ده. انا عايزه اوريكم ايه النقط اللي انا مش عارفه استغلها في المطبخ. اولا ده التلاجه اللي محطوطه. اول حاجه ما دخلت المطبخ ده ولقيت التلاجه حوالين دواليب خشب، لفت انتباهي. ازاي الاخشاب ديت، الخشب ده اولا الوانه مختلفه، كل جزء فيه لون مختلف، قد يكون مش باين في التصوير، بس اي حد يخش المطبخ يقدر ينتبه ان كل لون خشب متاخد من قطع مختلفه. وفي نفس الوقت التلاجه محشوره بينهم، فالسخونيه بتاعتها بتطلع على الخشب. وانا قلت لهم يا جماعه ده كده خطر عليها، قالوا لي لا مفيش مشكله وهي بتتهوى والكلام ده، بس فعلا مع الاوقات الحر الدنيا بتسخن كتير، والخشب ذات نفسه بيسخن، وخصوصا مع وجود الفرن جنب منها. قلت لهم يا جماعه ما ينفعش الاثنين كمان مع بعض، يعني فرن وتلاجه. قالوا لي لا مش هيحصل حاجه ومش عارفه ايه، بس فعلا كل ما اشغل الفرن وخصوصا في ايام الصيف بلاقي الدنيا سخنت جدا، فما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال ان حد يحط فرن جنب تلاجه ابدا، وفي الاخر ببقى قاعده على طول عايشه في ستريس. وبالنسبه لموضوع الميه اللي في اليمين ديت، انا الميه عندي كنت بشربها زمان في البيت القديم من الحنفيه، انما في البيت الحديث ده الميه فيها جير كتير، فما ينفعش نشرب منها، فاضطرينا ان احنا نجيب السبيل ده، البتاع ده اسمه سبيل بالتركي، بحيث ان احنا نشرب منه الميه، خصوصا في ايام الصيف الواحد مش كل شويه يقعد يفتح الثلاجه، واصلا الثلاجه اصلا بتكون مليانه اكل كتير، فمش بقدر ان انا اقعد اضيف فيها حاجات كتير، وخصوصا ازاز الميه وكل شويه يفتح ويفتح ويقفل ويفتح، فده بيعمل اسراف في الكهرباء كتير. انما الميه ديت السبيل ده سهله جدا في ان احنا نجيب الميه الساقعه. انما لو انتوا حطيتوا السبيل ده على رخامه المطبخ اعتقد هيكون افضل، لان انا جربته بنفسي، بدل ما تروحوا وتيجوا تجيبوا الميه، وفي نفس الوقت هتكون موفره ومقتصده للميه. الدولاب ده زي ما انتوا شايفين هو عميق جدا جدا، بس انا في الاخر مش عارفه استفاد غير من الجزء الخارجي بتاعه، يعني حتى ساعات بقوم حاطه حاجات ورا واقوم ناسياها، اقوم ناسياها مش عارفه اطلعها اصلا، ولا بفتكر ان انا اخدتها غير وانا بنضف الدواليب ايه كل فتره. اعتقد ان الدواليب العميقه دي ما ينفعش ابدا فيها رفوف، لازم تكون فيها درج بجرار عشان خاطر الحاجات اللي ورا ما تتهملش ونستغلها.
البنت الصغيرة عشان بدأت تتحرك وبدأت تتشعلق على الحاجة، فما بتسيبش السبيل في حاله، فالسبيل ده كل شوية تقوم واخدة منه المية وتوقع وتبهدل الدنيا، فأنا لازم أشوف حل للموضوع ده. ممكن أحط السبيل ده جوه دولاب وأفتح بس الجزء بتاع المية دي، أعتقد ممكن تكون أكثر مناسبة عشان خاطر أي بيت فيه أطفال. القطعة اللي في النص ديت بيسموها بالتركي أضاء، أضاء يعني جزيرة، بس هي الكاونتر اللي بيتقطع عليه. بيقولك هي بتقول تاني رجعت، هي الكاونتر ده بيريحني جدا، وخصوصا أنا بصور كتير فسهل في التصوير، وسهل اصلا ليا كست بيت ان انا اقعد اعمل عليه الحاجه، وانا بعد شويه مثلا مجهزه هعمل كيكه فمجهزه الادوات بتاعتها. انا بستخدم الرف من فوق في الاعداد، وفي نفس الوقت الادراج اللي تحت بستغلها في حاجات المطبخ، يعني بتشيل كتير جدا جدا جدا. مشكلتي الوحيده بس ان هي بنتي الصغيره بتقدر تفتح الدواليب وتلعب فيها عادي. طبعا يعني انا راضيه عنها، زي ما قلت المشكله الوحيده ان انا بنتي بتقعد تفتح فيها، بس انا حليت الموضوع ده ان انا حطيت قوالب بلاستيك. انا اصلا ما بحبش القوالب البلاستيك او العلب البلاستيك، ولكن عشان خاطر بنتي لما تنزلها وتلعب بيها ما تتكسرش وما تحصلش مشكله، فمريحاني في الموضوع ده. واي حد عنده طفل ياخد باله من الموضوع ده، عشان خاطر انا بنتي المره فاتت اخذت الهاند بلندر المره فاتت من الدرج، والحته اللي بتقطع منها الحته اللي فيها السليحه مسكتها جامد بايديها وعورت ايديها جامد ونزلت دم. فربنا يسترها على اولادكم. اصعب حته تعباني في المطبخ، اصعب حاجه في المطبخ، ان الرخامه عندي لونها سودة. الرخامه شكلها شيك، بس في نفس الوقت الميه زي ما قلت لكم عشان مجيره، فكل ما اجي اعمل حاجه في الحوض الميه تطرطش على الرخامه فتسيب علامات الجير ديت، فالموضوع ده بينرفزني، وافضل اقوم جايبه سبراي اللي هو بيشيل علامات الجير. واصلا كتر استخدام المواد الكيميائيه دي اصلا مش حلو، يعني مش من الناحيه الصحيه ومن الناحيه الاقتصاديه مش كويس، فالموضوع ده معصبني جدا. وطبعا ده بيؤثر بعد كده على استخداماتنا في الاكل، المواد الكيميائيه اللي احنا بنستخدمها. انا فاتحه الشباك عشان اهوي المطبخ، فالدبان بقى دخل وسايح في المطبخ وعمال رايح جاي مع الاسف. فاللون الاسود جميل وشيك وكل حاجه، ويمكن لو كان الحوض الميه عندي نظيفه ما كانش كنتش اتضايقت منه كده، يعني لو الميه عندكم صافيه الرخامه دي اكثر من رائعه، انما لو زي عندي كده هتعمل لكم بقى هتضايقكم. انا كان دايما في خيالي ان المطبخ يكون خشب وكله ابيض، ده كل خيالي، حتى الرخامه تكون بيضه. بصراحه انا لما كان عندي 15 سنه، اما كان عندي 20 سنه، كان نفسي جدا يبقى المطبخ بتاعي لونه اصفر، وكنت بعشق لونه اصفر. بعد كده اكتشفت ان المطبخ الاصفر مش جميل، فقررت ان انا يبقى المطبخ بتاعي ابيض، وممكن مع الوقت فكري يتغير. بس انا بعد كده معتقده ان الابيض ده هو احسن حاجه، مريح للعين، وشايفه انه يبقى شيك وجميل ومريح في الاستعمال. بس صاحبتي نبهتني قالت لي اياكي تعملي اعملي رخامه بيضه عشان خاطر هتندمي ندم شديد، لان الرخامه البيضه بتتعب جدا في الاستعمال والتقطيع، على طول هتتوتر. يعني من الحاجات اللي بتتعبني اكتر الحوض اللي قدام الشباك، هو شكله شيك، الشباك شيك وعاطي منظر حلو جدا وإضاءة جميلة، وحتى أنا برفع الستارة ساعات عشان خاطر الضوء يدخل. بس المشكلة إن زي ما قلت لكم المية كل ما باجي استخدمها بتنطور في كل حتة، فالمية بتنزل بتروح على الإزاز وبتعمل بقع جير، فالموضوع ده بيعصبني جدا، ولو اضطر أقعد أمسح وأنضف كل شوية. فأنا شايفة إن رغم إن الحوض قدام الشباك ده منطقي وكل حاجة، بس زي ما قلت لو المية عندكم مش نظيفة وعندكم مشكلة في البقع، فالأفضل إن انتم ما تخلوش الحوض قدام الشباك. المطبخ زي ما انتم شايفينه كده قلم متقال من المعادن. المشكلة إن أنا كل ما أجي أفتح المطبخ وأقفله بيتساب آثار الإيدين على المنطقة دي، رغم إن أنا بقعد أمسحها كل شوية وأمسح من جوه.
بس هو عن نفسي مش عاجبني خالص، يعني الشكل العام والمعدن والمعدن البتاع ده مش عاجبني. موضوع اثر الايد ده بيوترني، وطبعا البتاع قصير طويل جدا لدرجه ان انا مش بطول غير الجزء الرف التحتاني، يعني الرف الفوقاني ده بجد صعوبه ان انا اطوله. واعتقد ان هم عاملينه للناس الطويله قوي، لان الفرق بين الرخامه وبين الدولاب اللي فوق كان فرق كبير. وعشان اجيب حاجات من فوق بضطر اجيب كرسي او سلم مطبخ يساعدني. وطبعا لو احنا قعدت افكر ان انا لو استخدمت كل الرفوف اللي في المستوى ده، ففي الحالة ديت انا مش هعرف استخدم اي حاجة، لان الرفوف دي مش هتكفي. وطبعا لازم الاقي طريقة ان انا الاقي اوصل للحاجة بسرعة، وفي نفس الوقت ما تعبش منها كل شوية. ومشكلة الرفوف كمان ان انا ممكن احط مثلا ورا كوبايات، يعني في رفوف تانية كوبايات، فعشان توصلي لكوباية اخيرة بتكون صعب جدا، وبتبقى سخيفة في السحب. طبعا الدولاب اللي فوق انا مش بعرف اطوله خالص خالص. طبعا انا بحط فيه الحاجات اللي انا مش بستخدمها كتير عشان خاطر ان انا اوصل لها دي كل شويه، شيء من رابع المستحيلات، فبسيبها فوق وبنسيها. نيجي للحته التانية اللي هو موضوع الادراج. انا شايفه ان موضوع الادراج في المطبخ دي حاجه عظيمه وعبقريه جدا، لان هي بتشيل حاجات كتيره من غير ما نحس. بس انا المطبخ ده ما عنديش فيه غير درجين فقط، يعتبر هما اللي بعرف استخدمهم. وانا حتى ما بحطش في الادراج الحلل، لان لسه ما تعودتش على الموضوع ده. انا هنا ده الدرج بتاعي، وشايفه ان هو كده جميل جدا، وبعرف استغل منه حاجات كتير. انا عشان خاطر انا بصور فيديوهات كتير، انا عندي ادوات مطبخ كتير، انا عارفه عندي انواع معالق كتير وانواع شوك كتير. وطبعا مش بقدر احطهم كلهم، لان برضو مهما كان الدرج ليه سعه، فانا كنت عايزه ادراج اكتر من كده عشان اقدر احط فيها الحاجات، بدل ما انا كل شويه رميها في مكان تاني واقعد اجيب واحط واجيب واحط. فشايفه ان انا لازم ازود الادراج عندي. ارجوكم ما حدش يفتكر ان انا يعني جحده او ان انا بتذمر، انا مش ناكره للجميل. وفي ناس ممكن تفتكر ان في ناس ما عندهاش فلوس اصلا، وناس اصلا مش هيجيب حتى معلقه. انا ده شغلي، انا بشتغل ان انا بصور، ولازم يكون عندي ادوات كتيره. وكل حاجه بجيبها بستخدمها، والحمد لله على نعم ربنا وان هو رزقني ده. بالنسبه للتوابل، فانا شايفه ان هي الافضل ان هي تتحط في درج او دولاب جرار، لان حتى لو حطيتيها في الدولاب اللي جنب البوتاجاز مثلا، هتقدري تجيبي اول كام توابل بس، بعد كده مش هتعرفي تجيبي اللي ورا، هتلاقيها ضاعت. يعني يا اما تفضلي تنزلي البرطمانات وتقعدي تجيبي البرطمانات اللي ورا. انا مره مثلا كنت بجيب برطمان من ورا، زي ما انتوا البهارات اللي على اليمين دول اللي انتوا شايفينها، كنت بحاول اجيب برطمان من جوه فوقع اتكسر. فعلى ايه يعني؟ فالموضوع صعب جدا ان احنا نرتب الحاجه ورا بعض كده. الدولاب ده بقى بالنسبه لي هو المنقذ الوحيد، يعني انا شايفه ان هو كعمق وكمساحه ممتاز جدا. واعتقد لو انتوا حد عنده مساحه وحابب ان هو يعمل دولاب زي كده يعمله، مش هيندم، لان هو بيشيل حاجات كتير جدا وشكله شيك برضه يعني ولطيف. وانا عن نفسي يعني انا راضيه عنه ومبسوطه منه. وحتى في المطبخ الجديد يعني احتمال اشيله بس مش هرميه، هحطه في البلكونه بحيث ان احنا احط فيه الادوات الزياده اللي عندي واستغله. واكتر حته بحبها في المطبخ هو الجزء بتاع بنتي ذات اللي هي بتقعد تلعب فيه. انا طبعا بحاول ان انا لما اجي اصور فيديو اصور والبنت نايمه عشان خاطر ما تعملش صوت، بس احيانا كتير بتصحى في نص الفيديو وانتوا حتى بتسمعوا الصوت بتاعها من ورا وهي عماله تصوت وتلعب باللعب بتاعتها، او تيجي تدلق الحامل بتاع الكاميرا، او تلعب في الحاجه الاكل اللي انا بعمله. طبعا ربنا يبارك في اولادنا ويخليهم لنا ويجعلهم دايما فرحه البيت. دي كانت جولة المطبخ، وشفنا العيوب اللي فيه والحاجات اللي مضايقاها. لو انتوا حابين المرة الجاية اعمل فيديو اللي هي جددت فيه المطبخ تماما، وشوف جددته ازاي واستغلت الحاجات اللي كانت مضايقاها ازاي. ارجوكم ان انتوا تكتبوا لي تحت في التعليقات، وعلى هذا الاساس هصور الفيديو الجاي. وطبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك. كنت معاكم اسماء الشريف، سلام عليكم.